أهلا بكم في النشرة الاقتصادية. أكد سعادة وزير الطاقة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا استمرار مملكة البحرين في البحث عن مكامن جديدة للنفط والغاز في مناطق غير مكتشفة برا وبحرا، مع مواصلة انتهاج استراتيجيات تضمن استقرار معروض الطاقة في المملكة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين انسجاما مع رؤية البحرين الاقتصادية لعام 2030. وقد أوضح ميرزا في افتتاح منتدى أبيكورب للطاقة أن الهبوط الحاد لأسعار النفط وتقلبات أسواق الطاقة العالمية لم تمنع دول المنطقة من الاستمرار في مشاريعها النفطية والغازية والتي تقدر بأكثر من 700 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة. كما أكد ميرزا سعي البحرين الدؤوب لتنويع مصادر الدخل مع تعزيز معدلات التشغيل وخفض الكلفة. أسعار النفط ابتدأ بالانخفاض منذ يوليو 2014 ووصلت إلى ما هي عليه الآن، لذلك أخذت كثير من الشركات العالمية والشركات المحلية والحكومات إجراءات لتبقى في منافسيتها وربحتها، والحكومات لتسد العجز في ميزانيتها. قال وزير البترول السعودي علي أنعيمي أن الاستثمارات المستقبلية في النفط يجب أن تستمر من أجل تلبية زيادة متوقعة في الطلب العالمي على الخام بأكثر من مليون برميل يوميا. وأشار أنعيمي خلال مشاركته منتدى أبيكورب للطاقة بالمنامة أن الطلب على النفط آخذون في النمو، ومن أجل تلبية زيادة في الطلب ينبغي أن يكون هناك استمرار وزيادة في وتيرة الاستثمارات في صناعة البترول لضمان استقرار السوق على المدى القصير والطويل. أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة عن توقيع اتفاقية مشروع مشترك مع شركة سينجر جيز الهندية بهدف تأسيس مصنع متخصص في الألمنيوم الخاص بالإطارات بكلفة إجمالية تبلغ 150 مليون دولار. ويعتبر هذا المشروع بمثابة حجر الأساس في منطقة صهر المعادن الجديدة والجري تطويرها بمحاذاة شركة ألمنيوم البحرين كمبادرة مشتركة بين ممتلكات ومجلس التنمية الاقتصادية لزيادة التنويع في قطاع الألمنيوم وجذب قيم مضافة نوعية في الصناعات التحويلية. وتبلغ حصة شركة ممتلكات في هذا المشروع 49%، وستدعم المصنع من خلال تأمين كافة الموافقات المطلوبة قبل بدء عملية الإنتاج وتوفير مساحات الأراضي اللازمة والبنى التحتية. طبعا احنا تركيزنا على الصناعات التحويليه متبلور عن طبعا صراحه الامكانيات اللي موجوده في مملكه البحرين، وكذلك مشروع خط السادس في ألبا سوف يخلق ماده الالمنيوم اللي ممكن استخدامها في الصناعات التحويليه. طبعا هاي مصنع نسبيا صغير 25 ألف طن من الألمنيوم، بس سوف يخلق 600 وظيفة عمل في مملكة البحرين. من خلال مكاتبنا اللي موجودة في السفارات ومن خلال مندوبين اللي عندنا، محاولة إعطاء المستثمرين في بلدانهم فكرة عن مميزات البحرين، وجودنا الاستراتيجي قرب إلى المملكة العربية السعودية وهو أكبر سوق في منطقة الخليج، العمالة ذات الكفاءة اللي موجودة عندنا، القوانين اللي تسمح حق ملكية الشركة 100%، هذه شيء نادر في الخليج.